عرس مهني كبير كتعيشوا هيئه المحامين بالدار البيضاء. كيف كتشوفوا هناك توافد كبير من الساده المحامون من زميلات وزملاء قصد اداء واجبهن المهني واجبهم المهني واختيار ممثليهم لاداره امورهم داخل مجلس هيئه المحامون بالدار البيضاء. ونتمنى للجميع التوفيق والحمد لله على ان الاجواء كلها هي اجواء تشوبها الشفافيه والديمقراطيه والاحترام المتبادل بين جميع الزملاء سواء كانوا مترشحين او ناخبين. حنا اليوم كنعيشوا واحد الاجواء ديال العرس المهني انتخابات ديال المرشحين ديال اعضاء هيئه الدار البيضاء في عرس في جو اخوي رائع. كنتمنوا ان المرشحين والمرشحات اللي عبروا على الرغبه ديالهم في انهم يكونوا في خدمه الشان المهني انهم تكون عندهم تمثيليه وانهم يكونوا قيمه مضافه للمجلس المقبل ان شاء الله بجانب النقيب. تنتمنوا ان الزميلات المحاميات بهيئه الدار البيضاء انهم تكون عندهم تمثيليه في هذا المجلس المقبل لانه حنايا كزميلات كنعانيو من العدد اللي تيكون دائما كيفرز التمثيليه ديال زميله او زميلتين وحنايا كنطمعوا بانه ان شاء الله تكون في هذه الولايه تكون واحد التمثيليه اللي ديال محترمه. وكنتمنوا التوفيق للجميع واللي ان شاء الله فاز راه هو غادي يكون من الاعضاء اللي ما يمكن الا انهم غادي يخدموا المهنه والزميلات والزملاء اللي بينوا على الرغبه ديالتهم في ذلك. اليوم تنعيشوا اجواء وعرس مهني كبير من اجل انتخاب اعضاء مجلس هيئه المحامين بالدار البيضاء. كاين جوج فئات، فئه اللي اكثر من 20 سنه القيدومين ديالنا والفئه اللي اقل من 20 سنه. كاين عدد كبير من المرشحين والاجواء تدوز في واحد تنافسيه جميله جدا واخويه بين جميع المرشحين القيدومين والشباب. وحنا كما تتشوفوا كل شيء الاجواء دايزه مزيان، كل شيء في جو اخوي. وتنتمناو ان شاء الله الجمعيه العموميه ديال هيئه محامين الشباب بالدار البيضاء او هيئه محامين بالدار البيضاء تكون الكلمه ديالها لصالح المهنه اولا واخيرا وتختار لنا الاعضاء من يعني الاكفاء الزملاء ديالنا سواء الفئه اللي فوق ال 20 سنه او الفئه اللي تحت ال 20 سنه. وفي الاخير المهنه اللي غادي تفوز شكون ما كان من الزملاء اللي حظوا الثقه الجمعيه العموميه ستبقى هيئه محامون بالدار البيضاء هي الفائزه اولا واخيرا.